مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربي. شرح اليوم على الفيسبوك وتحديدا عن مشكلة موجودة بعض الحسابات في الفيسبوك، من تجي تحاول تروج يظهر عندك ما يظهر عندك زر الترويج، ويظهر عندك اكتشفنا خطأ واحد رقم الهاتف غير صالح. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن حل هذه المشكلة، أطالب أن تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. في البداية طبعا راح ندخل من داخل الفيسبوك أشرح لكم طريقة الترويج وكيف راح نتجاوز هذه المشكلة. حتى نشاهد هذه المشكلة والحل مالتها راح ندخل على الفيسبوك وننزل إلى الأسفل، راح تلاقي هنا ترويج المنشور. أكبس على ترويج. طبعا الخيارات أنا شارحها وراح أشرحها أيضا بكرة إن شاء الله. أعمل ترويج، ظهر عندي خطأ واحد مثل ما تشاهدون هنا، عثرنا على خطأ واحد وترويج المنشورات غير موجود. طبعا كم حاولت يعني ما قدرت، لكن لقيت الحل هنا والحل سهل إن شاء الله. راح تدخل هنا على هذا القلم، راح تظهر عندك عدة خيارات هنا. اتصال الآن خلي بلا زر، تمام. والآن تعمل حفظ بالعلى، والآن راح تقدر تروج المنشور مثل ما تشاهدون بطريقة سهلة وبسيطة. فهذه هي الطريقة. الآن ترويج المنشور مثل ما تشاهدون راح يرجع الزر متواجد. أتمنى فدتكم بهذه المعلومات. طلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلام. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير لعندي هذا الفيديو، راح أترك بصندوق الوصف كيف راح تشاركون موقعكم في الفيسبوك من المكان اللي أنتم به حاليا مثل ما تشاهدون إلى المكان اللي رايحين له، مثلا اللي في أوروبا ورايح على الإمارات أو على المملكة العربية السعودية، راح يظهر عنده بالفيسبوك المكان اللي أنت به والمكان اللي أنت تقصده. تحياتي لكم، هذا الفيديو راح يكون بصندوق الوصف. تحياتي لكم مرة ثانية ومع ألف سلام.